أزيد من 6 سنوات مرت على أحداث مخيم كديميزيك الأليمة والتي أودت بحياة 11 فردا من قوات الأمن المغربي. شريط الأحداث بدأ في أكتوبر من سنة 2010 عندما لجأ عدد من المواطنين إلى إقامة مخيم شرق العيون. رفعت في بدايته مطالب اجتماعية صرفة، مطالب سرعان ما استجابت لها السلطات العمومية، وأعلنت إثر ذلك عن تفكيك المخيم بطريقة سلمية يوم 8 نوفمبر من السنة ذاتها. عودة المواطنين إلى ديارهم لم يكن ليرضي الموالين لأطروحة الانفصال الذين لم يتوانوا عن مهاجمة رجال الأمن خلال مزاولتهم لمهامهم بشتى وسائل الاعتداء، بما في ذلك الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة وقنينات الغاز. الاعتداءات لم تتوقف عند ذلك، بل قام بعض المجرمين بالتمثيل بجثة عدن من عناصر الأمن الذين كانوا مجردين من أسلحتهم، في مشاهد آلمت كثيرا عائلات الضحايا وأججت غضب المجتمع المغربي. وبعد محاكمة أجمعت تقارير الملاحظين الدوليين على نزاهتها، أدانت المحكمة العسكرية بالرباط في فبراير 2013 9 متهمين بالسجن المؤبد، فيما قضت بمدد تتراوح بين 20 و30 سنة في حق 11 آخرين. في يوليوز الماضي قررت محكمة النقد إحالة المتهمين في الأحداث على القضاء المدني، بعدما تبنى المغرب إصلاحا مهما في قضائه العسكري أصبحت بموجبه قراراته قابلة للطعن أمام محكمة النقد، كما منع مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية مهما كانت الجريمة. وبالرغم من أن هذه المحاكمة ستفتح من جديد جروح عائلات الضحايا التي لم تندم البعد، فالمحاكمة الجديدة ستمنح لهذه العائلات كذلك الفرصة من أجل رفع المطالب المدنية ومواكبة المحاكمة والاستماع لمجريات الوقائع وتقديم الحجج ووسائل الإثبات لضمان محاكمة عادلة.